ده مشاركة معنا في المبادرة. أعطي فيتامين سي. أعطني شو اسمه؟ أعطي فيتامين سي. الأم. الأم هي كل شيء في الحياة. الأم هي جنة الدنيا. جنتك الدنيا. إيه. والله العظيم. أنا يمكن ما أتكلم مثلكم، أنت ما فصح مني في اللسان، لكن الحمد لله أوصل الرسالة اللي عندي. أشكرك. أول شيء طول العمر أنت قبل ما تطلع بيتك، قبل ما تروح أي مكان، علم أمك وربي بيوفقك. وإن كان فيه شر والله يردك الله بعد دعاء أمك وكلام أمك اللي بتقولها لك. نعم. أنا محاكيكم والله أنها قد صارت لي. دايم ما اطلع من بيتي الحمد لله الا انا يوم جيت البرنامج ترى ما علمت الا امي والباقيين ما علمت احد. علمتها وقلت ادعي لي، قالت ادعي لك يا ولدي كل يوم. به؟ الله قال لا تقول احد. هو قال لا تقول احد بس امي بعلمها والله لكان ما يقبلوني. لان ما دخلت هنا الا بعد الله ودعاها. نعم. والله انا